إلى آخر أخبار الشبكة والسوشيال ميديا. الغناء في وجه الوباء، هذا ما يفعله الإيطاليون في مواجهة الفيروس المستجد، حيث قاموا بأداء أغنيات وطنية بشكل جماعي من الشرفات بعد أن أجبرهم تفشي الكورونا على البقاء في منازلهم في أزمة ضغطت بشدة على النظام الصحي للبلاد وقلبت الحياة اليومية رأساً على عقب. ومن ميلانو القريبة من بؤرة تفشي المرض في شمال إيطاليا إلى العاصمة روما ونابولي وباليرمو في الجنوب، عرضت وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لأشخاص يقفون في الشرفات أو النوافذ ويرددون النشيد الوطني أو بعض الأغاني الشهيرة على مدى اليومين الماضيين. لنشاهد. نتابع مع أخبار الشبكة وإلى الممثل العالمي توم هانكس الذي رد على شائعة وفاته التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي أمس، خاصة بعد إعلان إصابته وزوجته ريتا ويلسون بفيروس كورونا المستجد ووضعهم في أحد مستشفيات العزل في أستراليا. فقد نشر هانكس الصورة على صفحته الرسمية بالفيسبوك، ظهر فيها دمية وطبق من الكعك وعلق عليها قائلا: شكرا للمساعدين، دعونا نعتني بأنفسنا وبعضنا البعض. وفي ختام جولتنا البانورامية نترككم مع صور لكبرى المدن الأوروبية في أعقاب أزمة انتشار وباء كورونا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وكونوا بخير وبصحة جيدة.